السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلب نصر ازيكم يا حبايبي يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال طبعا شفتوا الشلة اللي في الارض دي اللي انا فكتها هقول لكم ايه الحكايه والاول بس ارحب بيكم بحبكم جدا جدا ربنا يا رب ما يحرمني منكم ويجازيكم كل خير على دعواتكم وعلى كلامكم الجميل هنخش بس على الروتين نشوف هنعمل ايه طبعا ال اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي ايه السجاده دي انا غسلها معاكم من كام يوم لسه ما زالت مبلوله لان كمان ظهرها قماش فطبعا قبل ما بنقلبها لو في جزء من الترابيزه قبل ما نقلبها عليه بننضفه بنمسحه لو في ميه او في تراب بنمسحه وبنقلبها علشان لازم تنشف من الجنبين تنشف من من وشين يعني كويس جدا جدا ده لازم لانها لو ما عملتش كده هتبقى استغفر الله العظيم يعني هتبقى ريحتها مكمكمه ووحشه تمام هنا آه إيه, ايه كمان انا بقول يعني على محتويات الروتين او اللي في الفيديو عشان حبايب نصر اللي حابب يتنشط معايا كده ويتشطر يا ولاد ويحلو كده ويرجع عشر سنين لورا كده يقوم يا ولاد يتنشط معايا طبعا آه الكراسي دي احنا بنبقى شايلينها كده بحس ان ايه توسع المكان فلو عندنا عزومه ولا اي حاجه بننزلها ونفردها ونحط عليها الشلت فما فيش حاجه والدنيا كده بنلمها فطبعا انا دلوقتي مش عايزه اوطي طبعا انتوا عارفين ناسرة جميله ورشيكة وحلوه فلما توطي يبقى كده منظري مش لتيك مش ظريف فقلت ايه يا بت يا نسره ايه لا يا بت شيلي يا بت الحاجات دي من على الترابيزه وعندي مشايتين لزاز لطاف كده فاتحين لونهم بيج وحلو كده بس مش نضاف خالص يعني وحشين هما تقال هما تقال وصغيرين بس هما مش نضاف فلازم أغسله فقلت يا بنتي نصره فضي كده وايه واغسلي المشيتين الحلوين الجمال دول وبدل ما توطي حبيبتي حطيهم على الترابيزه فانا برده ايه بقول لحضرتك ايه فممكن تحطيهم كده عشان لو ظهرك ما, ما يوجعكيش انتي تبقي برده ايه يعني تقلدي نصره تقلدي نصره في, 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 في طنطتها كده ماشي. فقلت بقى حطهم يا بنتي يا نصر على البتاع دي عشان يا بنتي ما توتش يا بنتي برده يعني ما, ما, نعرفش في ايه ممكن يكون راجل معدي كده راجل معدي كده عيل معدي كده برده عيب لما نوطي عشان احنا ناس ستات محترمات فاضلات نضيفات شطرات تمام يا حلوين يا مقطقتين يا مبطبطين كمان ايه تاني طبعا هننضف الجنينه وهنلم الميه دي كلها وهننضف الجنينه وايه تاني يا نصره وكمان هنخش على المطبخ عندي شويه خضار سوتيه هعملهم على السريع السريع وكمان اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي عندي شويه خضار ايوه شويه خضار هعملهم سوتيه كده و... وانا بنظف بروق بقى الادراج بمسح الترابيزه بغسل شويه مواعين يعني بصوا طول ما احنا في المطبخ ما نقفش بس على البوتجاز عشان نعمل اكل لا يبقى الاكل على النار وبرده تتابعيه وفي الترويق وفي التنظيف ويا حبايب قلبي ربنا يا رب يديكم الصحه ويمتعكم بالصحه والسعاده اتنشطوا كده معايا انا بحب كده اجيبلكم اجيب لكم الفيديوهات بتاعت الروتين والشطاره كده عشان تقوموا كده قومي يا بنات قومي يا ستات قومي يا انسات قومي يا حلوات قوموا كده يا ولاد من تحت البطانيه واتنشطوا مع نصره كده والله العظيم الشغل ده انا عاملاه الصبح يعني الصبح كده اول ما جيت قلت يا بنت يا نصره ايه اخلصي بشغل الميه عشان بعيد عنكم المية بتخش من تحت اللي عامل البلكونة دي او عامل الازاز اللي انتوا شايفينه ده المية بتخش صدقوا المية بتخش من تحت أه والله وما بتخش من تحت منه لله البعيد آه تمام فيعني سبحان الله الحاجة بتبقى متكلفة والناس برضو الزمة ما مشيت تمام يا حلوين مقطقتين وهنا ايه قلت يا بنت نصر ما تحطيش الكراسي بلم الكراسي بعيد كده بس على البلاط مش هنزلهم في الطين تحت في, في عند الجنينه لانهم لو نزلتهم هيتغرزوا في الطين ويبقوا مطينين وهيطينوا الدنيا فانا وديتهم بعيد برضو على البلاط كده بعيد عشان نقدر ايه نشطف ونلم الميه براحتنا وفي نفس الوقت برضو عشان الخشب ما يتاثرش بالميه وهقول بقى المدام قالت لي ايه هنا طبعا انا كنت حاطه زي ما بقولكوا لكم حاطه صابون على المشايتين دولت فقلت يا بت بقى ايه لازم ايه بصي بص حبايب قلبي لازم ايه تنقعوا تحطوا عليها صابون كده وتبلوها ميه لازم وتسيبوها كده وتروحوا يعني انا حطيت عليها ميه في الاول وصابون وسبتها ورحت اعمل شغل تاني جيت بقى لما باشت كده اروح واخداها في ليفه يا ولاد بلاستيك كده حلوه في ليف بلاستيك عند بتاع المنظفات في السكند هاند وفي كويسة هاتوا الليفه الكويسه بدل الفرشه ما بصراحه ما بقدرش امسك الفرشه بيبقى يعني بيبقى صعب بالنسبه لي لكن دي الليفه بتملك منها وكده كده بتبقى شويه تراب شويه شعر على على المشايات دي كلام فاضي يعني ما هيش دي مش مش مفروشه في الشارع يعني دي مفروشه بيت شريف عافيه المهم يا حلوين وكذلك الامر عايزه اقول لكم بقى المدام بتقول لي ايه بتقول لي يا نصره انت ما بتحبيش الناس انت يا نصر اي حد بيجي بس يعني بتقولها بالمتغطي بتغيري يعني زي قلت بتغيري اكيد طبعا لازم اي حد مش لازم ما هو في غيره في غيره مثلا لو حد بيشتغل احسن منك او بيعمل احسن منك اكيد اكيد كلنا كده فينا حته الغيره ان انا اغير اغير بس مش احقد اغير عشان احسن من نفسي اشوف غيري بيعمل ايه افضل فالمهم المهم ده ايه علاقته إيه بالغيره ومش الغيره طبعا الراجل اللي جاي اللي عمالين يحكوا عنه في الاساطير ان هو راجل كويس وشغله كويس وامين وبتاع ولازم طبعا جاي من مصدر موثوق بيه هي جايباه بصراحه بصراحه ربنا يا رب يبارك لها ويكفيها شر المرض وشر المستخبي يا رب ويهدي سرها ويكفيكوا أنتم يا حبايب قلب شر المرض وشر المستخبي ويكفي بنتي ويكفي بنات المسلمين كلهم يا رب يمتعكم بالصحه والسعاده اتنشطوا يا ولاد معايا كده وزقوا يا ولاد زقوا زقوا الحيطان بلاش الايام يمكن الايام صعبه عليكم زقوا الحيطان حبايب قلبي زقوا القوات، زقوا اي حاجه زقوا اي حاجه عشان ايه القناه بقت تزهزه كده وتبقى حلوه وجميله يا نصرة انت ما بتحبيش الناس يا نصرة ابوس إيدك لما الراجل يجي يا نصرة ما تقولولوش اعمل كذا واعمل كذا انا اللي هقوله قلت لها يا مدام في ايه يا مدام انا مش وحشه قوي للدرجه دي قالت لي ست انت مش وحشه وانتي عندي بميت راجل وانت عندي اهم من اي حد يا إيه اولاد احنا عايشة بقى ست سنين يا اولاد ولا خمس سنين باين يعني طبعا احنا مش بقى مده في البيت ده البيت ده يعني بقى سنتين ثلاثه فيه لكن قبل كده كنا مع بعض جينا احباب كده واصحاب وان شاء الله دايما يا رب يدوم المحبه يا رب بين الناس وبعضيها تمام فاللي حصل ايه بقى هي حاطه فكره سودا عني ليه هقول لكم كنا في مكان تاني قبل ما نيجي المكان ده وكان في راجل تحت ايدي الراجل ده تحت ايدي ان هو يجيب لي الطلبات بصراحه يعني الله يمسيه الخير كان كسول جدا في يوم يا جماعه كان عندي عزومه بصوا يا جماعه انا فيها طبع ما اعرفش وحش ولا حلو هقول لكم عليه انا يا جماعه لما يكون عندي عزومه او يكون عندي شغل او ببقى شايله الهم رغم يعني ان العزام يعني هي حاجه بسيطه بس عشان انا ببقى افكر ايه اللي هعمله وايه اللي هرتبه وايه اللي هسوي. في اليوم ده كان يوم حر جدا 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 والله لازم بكلمكم كده المهم بعت الراجل ده الراجل ده يعني هو في المكان يعني في نفس المكان بعته قلت له آه قالوا لي ايه آه هو آه يعني اللي انت عايزاه كله ما, ما, ما يعني هو في الشغل ما تكلمناش وكلميه وقولوا له انا عايزه كذا 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 تمام انده للراجل من البلكونه يا عم هات كذا كذا مره يرد عليا ومره ما يردش يجيب لي فضل في اليوم ده شلني وجاب لي الحاجات متقطعة يعني ايه متقطعة يعني مثلا على سبيل المثال انا كنت وقتها بعمل كنا في الصيف الجو حر فبعمل بطاطس بطاطس بوري او جراتان البطاطس وبعمل اكلات وحاجات بالكريمة تمام فطبعا الحاجات اللي عندي ما كملتش فعايزة اكمل كله واحطة في الفرن عشان ايه يستوي طبعا انتوا عارفين الحاجه اللي فيها زبده وفيها كريمه لو ما خدتيش بالك منها في الحر بتبوظ عايزه اولع الفرن على كل حاجه مره واحده كذا صينيه خاصه ان الفرن كبير فعايزه احط الصواني كلها فيه وده عمال مره يرد عليا مره يجيبلي لي حاجه وحاجه لا يعني بصوا بصوا انا والله العظيم وصلني ان انا خلاص مش مش قادره انا انا حاميه يا جماعه اعمل ايه طب انا غصب عني خلقه ربنا انا مش عصبي حاميه يعني انا ما بحبش الشغل الميت يعني تشتغلي تشتغلي بسرعه تعملي عندك شغل افصلي عن العالم كله وحياه ربنا والله العظيم ساعات ام ادم بتتصل بيا واروح و... السكه في وشها اقول عندي شغل يا ستي اكل عيش يا ستي ما ينفعش اسيب شغل واسها واتكلم اي يا جماعه اصل ده اكل عيش تمام والناس برضو سيبك يعني انت برضو في نفس الوقت بتعاملي ربنا صدقوا بالله لا اله الا الله انا لما معلقه ولا حاجه بتقع مني في الارض اقول مش مشكله ما حدش شايف وبعدين افتكر اقول يا بت يا نصر ده ما الكلب بيمشي وفي شعر بيقع منه وبعدين يا بت ما حدش شايفك ربنا شايفك والله العظيم انا من الناس اللي بتقعد تكلم نفسها كتير فدي حاجه كويسه على فكره مش حاجه وحشه تعباني بس دي حاجه كويسه فيا فبنحمد ربنا طبعا عليها تمام فهي بقى واخده فكره عني جيت في مسكته بقى على السلم نفضته قلت والله العظيم ان شاء الله يتقطعش النهارده انت ما عندكش دم انت ما عندكش احساس انت 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 في ايه ثلاث اربع ساعات انت انت والله العظيم زي ما بقول لكم كده مسكتو نفضته طبعا آه، لا مؤاخذه كان في ناس في البيت تمام من اهل البيت يعني طبعا زعلوا جدا واتضايقوا جدا وقالوا لا ما ينفعش كده ما ينفعش الزعاق في المكان وما ينفعش ده اكل ايه عيش الناس يعني الناس اللي في البيت يعني في البيت اللي انا بشتغل فيه اللي هم اهل البيت اصلا اصلا يعني انت لما حد يضايقك تقول احنا نعرف السرف انت ازاي تعملي كده انت شا... زعلوا مني وانا في نفس الوقت طبعا انا غلط بس انا غصب عني والله اتنرفزت غصب عني يا جماعه اعمل ايه انا بيبقى فيه شغل ومركزه فيه وعايزه اخلصه وعايزه انجز وعايزه اعمل شغلي حلو ويعني عايزة شغل يطلع حلو من تحت ايدي وفي نفس الوقت ده تلات اربع ساعات شلني عبال ما يجيب لي الحاجة يجيبلي لي حاجة او حاجة لا الحاجة اقول له كذا يجيب لي غيره كده في ناس بتبقى كده اعمل ايه وفعلا الانسان البارد ما بيتفقش مع الانسان الحامي يعني ده مع ده ما بتاليش يتفق يعني او مش عارفة والله هو كده بس هي من ساعتها باخدة فكرة عن ان انا عصبية وان انا بحبش الناس وان انا مثلا ممكن اطفش حد وبتاع قلت يا ستي والله العظيم ماليا دعوه بيه والله ملية دعوه بيه ولا هكلمه ولا اقول له اعمل ولا ما تعملش ست الكل لا ده بيتي انت طبعا على عيني ولا راسي لا ده بيتي ولا انا فلوس من جيبي فانا مالي وعارفه ان انت جايباه عشان يريحني او يساعدني فجزاك الله كل خير ازاي انا اطفشه وازعله يا ستي انا ماليش اي دعوه بيه خالص يعني ولا ليا يعني اتعامل مع ضيف ضيف جاي وفعلا هو ضيف جاي بس يا حبايب قلبي ايه رايكم بقى في الكلام ده وايه رايكم في الروتين وايه رايكم في الشطاره والحلاوه والجمال والملاوه بحبكم جدا جدا وبسعد بتعليقاتكم وبتسعدوني جدا بكلامكم الطيب طبعا انا هنا بصبن التلاجة آه ربنا يا رب يكرمكم وكل كلمه طيبه تقعد لكم في صحتكم وميزان حسناتكم بشكركم جدا 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 حبايب قلبي, قلبي قولوا لي ايه رايكم في الروتين هل هو وحش هل هو حلو آه هل انتوا بتحبوا الاكل اكتر دايما من وقت للتاني هل انتوا بتحبوا ايه ايه اللي بتحبوه يا حبايب قلبي وعلى فكرة انا بعمل اكل على قناة ام ادم يوم بعد يوم او كل يوم وبشيرها على القناة عندي على المنتدى عندي حبايب قلبي اللي بيقولوا لي يا ناس ما بتعمليش اكل بقالك فتره والله العظيم بعمل واشوفكم على خير بحبكم جدا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته